خدناكم. احنا بناخد النهارده جوله في معرض الزهور، واحنا ماشيين اتكعبلنا في مبادره من المبادرات المهمه جدا واللي احنا دايما الحقيقه بنحث عليها وبنحث على اسمها في كثير من الاحيان وفي كل البرامج تقريبا الخاصه بقناه مصر الزراعيه، مبادره ازرع بايدك. يعني ايه ازرع بايدك ومين اللي انشا مبادره ازرع بايدك، مين اللي اطلقها واطلقها ليه وازاي، وحكايات كتير هنعرفها من استاذه اسماء البارودي. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. المبادره اسمها حلوه قوي، فيها يعني كثير من البهجه الحقيقه والاصرار. يعني ازرع بايدك، يعني ايه ازرع بايدك ومين اللي اطلقها؟ بصي، هو هي جت الفكره من ان احنا كنا بنزرع عادي في البيت ما فيش مشكله، لقينا عندنا طاقه ان احنا عايزين نعلم الناس وطب ليه، يعني انا عرفت معلومه ليه ما اقولهاش لغيري، والناس كلها تزرع ونستفاد بالاسطح ونستفاد بالبلكونات اللي بتبقى فيها كراكيب والكلام ده كله. فاتفقت انا واصدقائي، يعني عملنا جروب على الفيسبوك اسمه مبادره ازرع بايدك. الصراحه يعني كان في اقبال جميل عليه والناس بتثق فينا جدا وفي راينا. بدانا ان احنا نعلمهم من اول خطوه ازاي يزرعوا من البذره، ده بيحتاج شمس، ده بيحتاج ظل، لا ده مش عارف ايه، واي بذور في البيت مش لازم ان انا اكلف نفسي وانزل اشتري حاجات خاصه. يعني كنا بناخد مثلا الفول، الحمص، الترمس، شبت البقدونس، حاجات من عند العطار، ملوخيه، بدات كده. فالناس بدات تتشجع وخصوصا لما بدا ينجح معاها الزرع. ما شاء الله بقى في اقبال جامد جدا على الجروب، يعني عدده كبر في يعني في خلال سنه. بقيتوا قد ايه دلوقتي؟ بقينا حوالي 60,000. ما شاء الله. عملنا قناه على اليوتيوب، يعني هي خاصه بكل الادمنز، مش لحد معين، مش فرد يعني. واستعنا طبعا يعني بقى في ضغط على واقبال جامد على من الناس. بدانا نستعين بقى بخبرات اكتر مننا، يعني احنا الموضوع يعني احنا كنا هواه مش اكتر يعني. اي نعم استفدنا برضو وزادت خبرتنا مع الوقت، لكن كنا محتاجين بقى يعني مهندس زراعي فعلا بنثق في رايه واستشاراته وتكون لينا وللناس وكله بدون اي مقابل. النهارده احنا التجمع السنوي يعني بنحدد يوم بيتوافق معانا كلنا، الكلام ده من السنه اللي فاتت عملنا كده برضو، احنا والادمنز كلهم، احنا 12 ادمنز بيا انا يعني. كل واحد بيبقى له دور، اللي بيقدر يقدم هدايا بذور مثلا، شتلات، في حد من الاعضاء عنده مشاتل بيقدم برضه هدايا وحاجات من دي. احنا كادمنز بنشترك مع بعض، بنعمل حاجات للادفرتايزنج زي اي دي كاب كده وبيتوزع علينا وعلى الاعضاء طبعا. فالنهارده بقى يعني بنعمل توزيع الهدايا السنويه بتاعتنا، بنتجمع مع اعضاء الجروب طبعا عدد رهيب، في باصات جايه من اسكندريه وباصات جايه من الفيوم وباص جاي من اكتوبر، عارفه كل يعني كل حد في منطقه جمع المجموعه اللي حواليه وجم مع بعض. بس بنقضي يوم جميل. طيب انت هنا بقى دي فرصه كمان في معرض الزهور بتقابلي الجمهور اللي هو يعني جمهورك في ازرع بايدك، ده حقيقي. فقابلتي يعني ناس من المشتركين في خالص يعني. احنا جروبنا مش افتراضي نهائي، الجروب بالعكس يعني ناس كلها حقيقيه وعارفين بعض وعارفين اسرنا، يعني كل واحد هتلاقيه جايب الاسره بتاعته، انا جايب باسرتي كامله باولادي بكله، وكل حد من الادمنز جايب اسرته، اللي جايب مع باباه ومامته واللي جاي مع اولاده وكذلك الاعضاء يعني. هل ده بيبقى فرصه بقى للتجمع الاجتماعي اكتر؟ يعني ممكن تعملوا رحله مثلا وتطلعوا مع بعض، ممكن يبقى في تجمع في مكان شور، بس يعني هتبقى خاصه برضو بحاجه يعني حاجه تخص الزرع، زراعة. يعني زي المشاتل مثلا. هنطلع رحله مثلا لمنطقه كبيره فيها مشاتل، زي القناطر مثلا كده، يعني هيبقى حاجه خاصه برضو بالزرع، مش يعني احنا ما بنبعدش خالص عن الهدف. الهدف بتاعنا. طب كلميني عن اقبال الناس، يعني دايما الناس بتسعى للاقبال على الحاجات الترفيهيه، الحاجات اللي فيها تسليه اكتر. انا عارفه وانا يعني الزراعه وده اكتر حاجه بتسليني في الدنيا، لكن في بعض الناس بيحس ان هي مشقه، لسه هزرع ولسه هعمل ولسه. فتغيير الثقافه ده نفسه ده شيء مهم جدا. هل انتوا قدرتوا تعملوا ده في فتره قليله؟ احنا بنشجع بعض. يعني عارفه زي في طاقه كده بتوزعيها على كل الناس. يعني انا مثلا ما كنتش بزرع غير حاجات بسيطه كده من البذور، وينكا، ريحان، مش عارف ايه، والحمد لله لما العمليه نجحت، لا زرعت الفلفل والطماطم من البذور من البيت وحصدت وشفت الثمار قدامي.
فبدات يعني ايه بعرض الصور والناس يا جماعه دي تجربتي ده كذا كذا انا عملت كذا زرعت الملوخيه يعني ما بعملش اكتفاء ذاتي لكن باخد يعني بدو حاجه وفعلا طعمها بيبقى مختلف خالص. الكلام ده انا يعني بعمله يعني بعكسه على الجروب كله فاهمين مش انا بس يعني اي حد تنجح معاه اي تجربه في اي حاجه طب انا ليه ما اجربش طب هنعمل طب يلا نتفق النهارده كلنا جهز بذور مثلا حاجه معينه هنزرعها النهارده كلنا مع بعض ونفضل متابعين كل اسبوع النهارده يا جماعه انا وصلت لفين وانتوا وصلتوا لفين كده يعني فاهمه قصدي؟ طبعا في النص في الممارسات بتلاقي ناس كتير جدا تسالك طب انا غلطت في طب الزرعه دي ما طلعتش طب الزرعه دي عملت معايا كذا طب ده حصل ليه؟ فهيبقى في هنا جزء ارشادي وتساؤلات كتير قوي بتعملوا ده ازاي وبتردوا على ده ازاي؟ بنرد عن طريق كومنتس لا هل بيبقى في متخصصين اقصد ولا انتم معتمدين بس على الخبره الذاتيه؟ الخبره بتاعتنا برضو يعني انا بزرع مثلا من فتره 10 سنين اي نعم كانت خبرتي مش قد كده في خلال الاربع سنين الاخيره يعني خبرتي زادت كتير جدا برضو بفضل الجروب وفضل الخبرات اللي معانا وابتدينا نتعلم حاجات كتير ونعرف انواع اكتر يعني ما بقيناش بقى منحصرين بقى عندنا خبره وعندنا تخصص في نفس الوقت بالظبط. طب اسماء يعني الجانب المادي ده مهم جدا برضو للناس لما بنحسهم او بيبقى عندنا تجربه بيبقى فيها متعه وتسليه واضافه للخبرات الحياتيه وهنضيف لها كمان جانب مادي فده بالتاكيد شيء كويس جدا. فهل في مبادره ازرع بايدك احنا بنحقق ده عندنا الناتج المادي؟ هو للاسف يعني احنا يعني لسه ما اتفقناش ان احنا يعني هيبقى له ربح او لا احنا كده يعني نوزع منتجاتنا مثلا نعتمد لا احنا على ما عندناش منتجات لا احنا بعد كده يعني ممكن نعمل للجروب ده نستفيد وارد منه يعني ان نجمع المنتجات كل دي او حاجه بتتغير مش كل حاجه بتفضل على نفس الوتيره ممكن فكره تيجي على بال حد وبنجتمع عليها يعني ما فيش واحد بياخد قرار من نفسه يعني كل يعني ده ميزه الجروب بتاعنا ان احنا كتيم بناخد الراي مع بعض وبنتفق على حاجه وبعدين بننفذها فاهمه قصدي ازاي؟ جميل. انت بتتمني ايه بقى الفتره الجايه لجروب ازرع بايدك؟ انتوا وصلتوا دلوقتي 60,000 وده عدد مهم جدا مبادره وجروب ازرع بايدك. طيب الفتره اللي جايه دي بتتمني له ايه؟ والله اتمنى يعني اتمنى حاجات كتير. اولا يعني الهدف الاساسي ان كل بيت في مصر يبقى فيه زرع يعني حتى لو ركن صغير في البلكونه ركن جوه البيت اي يعني كل واحد حسب امكانياته وعلى حسب المساحه المتاحه ده اولا. تاني حاجه اتمنى بقى يبقى عندنا يعني قطعه ارض مثلا تكون يعني دي فكره حد برضو استاذ جابر معانا في الادمنز هو نفسه ان احنا ناخد قطعه ارض باسم الجروب يبقى عندكم شراكه باسمكم بس دي تبقى يعني الناتج بتاعها يبقى للاعمال الخيريه ان شاء الله. انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق مبادره حلوه جدا وبتمنى انه يعني كل بيت في مصر يزرع بايده ويزرع في بيته. بشكرك اسماء البارودي مؤسسه ليكي. مبادره مرسي. ازرع في بيتك او ازرع بايدك يعني انا خليتها لك ازرع في بيتك بقى كمان وضيفي لها اسمها ازرع بايدك في بيتك. بشكرك جدا يا اسماء وان شاء الله بتمنى لك التوفيق والنجاح للمبادره بتاعتكم ان شاء الله. تشرفت بيكي لسه مكملين معاكم في مين يشتري الوقت.